السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات ويومية حفصة. جيتكم اليوم بفيديو جديد وفيديو كله نشاط. اليوم خالتي مدي حنة المزوارات اللي نسابها ومشينا معها. المهم هكا شنو دارت ليها، جيت نشارك معكم فيديو بسيط ولكن زوين. صافي هنايا غنديو الغداء اولا العشيه هكا كسكسو، تصيبو كسكسو بالجديد هنايا الحمص وتما الجديد وهذه الخضره. صافي هنا راه طاب سكسو واجد، وهنايا غادي نمشيو لعند الناس. Bye.
فينا بعد ما وصلنا خليتكم مع النشاط. هنا بدينا كناكلو، هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو، كيجي زوين بالكديد. وهنايا الدجاج صافي. ودابا غادي نخليكم مع الحنه. هنا الحنه كيخلطوها بالحليب وما زهر اللي كيديروا للعروسه، كيديروها المهم راه كل التقاليد ديالو العادات. هنا كيديروا الحنه قبل العرس بسيمانه اولا 10 ايام، كتكون هذه الحنه كيقولوا لها حنه المزبلات. فاش كتجي العروسه وكتجلس كيبقاو يديروا عليها. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب، دعموني بلي لايك وبالاشتراك وبالضغط على الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديال القناه ديالي. فرجه ممتعه والى اللقاء. المهم ما هضرش بزاف في هذا الفيديو، خليتكم غير مع النشاط. السلام عليكم، ان شاء الله الى فيديو اخر.